اليوم إن شاء الله درس جديد في مادة الدراسات الاجتماعية تحت إعداد وتقديم أستاذة رشا مصطفى. ناخد النهاردة درس عن النباتات. الأول كده عايزين نعرف إن النباتات تنمو في بيئات مختلفة وتتنوع، يعني النباتات متنوعة. تتنوع النباتات وتنمو في بيئات مختلفة وتتميز بأشكال وألوان وأحجام مختلفة أيضا. يبقى أنت لما تيجي تشوف النباتات مش هتلاقي كلها شكل بعض، لا، هتلاقي فيه نباتات مختلفة في الأشكال وفي ألوانها وفي أحجامها. يبقى هي وتتنوع كمان في البيئات اللي بتنمو فيها. يبقى النباتات دي تتنوع من وتختلف من حيث البيئة، يعني كل نبات بينمو في بيئة مختلفة بتلاقيه شكل مختلف عن البيئة الأخرى، وبتتميز بأشكال وألوان وأحجام مختلفة. يعني أنت ممكن حتى تشوف نبات أو زهرة لونها أحمر، زهرة تانية لونها أبيض، ألوانها مختلفة وأحجام النباتات نفسها مختلفة. طيب نشوف بقى معانا، عايزين بيقولك سؤال مهم جدا جدا جدا، أكتب أسماء أربع بيئات تنمو فيها النباتات. شايفين معايا كده؟ أنا عندي أول شكل عندي هو البيئة الصحراوية. البيئة الصحراوية ينمو فيها نباتات ضعيفة وهشة، نباتات زي الصبار، نباتات تتحمل الجفاف. أول صورة عندكم هي شايفينها دي في البيئة الصحراوية، نباتات تتحمل الجفاف وقلة المياه. يبقى أول بيئة من البيئات هي البيئة الصحراوية تنمو فيها النباتات الصحراوية. طيب تاني بيئة شايفينها عندنا بيئة الغابات الاستوائية. شايفين في الصورة غابات استوائية، هي غابات ضخمة كثيفة دائمة الخضرة، شايفين عالية جدا وكثيفة ومتشابكة، غابات تسمى بيئة الغابات الاستوائية. طيب تالت بيئة عندنا بيئة الغابات النفضية، سميت بنفضية لأنها تنفض أوراقها في فصل الشتاء بيتراكم حتى لا يتراكم عليها الجليد. دي بتوجد في المنطقة الباردة، شايفينها؟ هو الشجر قدامكم هو بس من غير أوراق، لماذا؟ لأنها تنفض أوراقها خوفا من أن يتراكم عليها الجليد، فسميت ببيئة الغابات النفضية. رابع حاجة التندرا. التندرا دي نوع من النباتات أو الحشائش، هي حشائش عموما تظهر في الجليد في الأماكن الباردة شديدة التلج زي المناطق القطبية الشمالية والقطبية الجنوبية، تلاقيها حشائش ضعيفة تظهر فقط في الوقت اللي بيكون فيه ايه، يعني ايه الجليد يبدأ ان هو ايه ينصهر قليلا، فتظهر في التندرا. يبقى التندرا دي موجودة فين؟ في المنطقة القطبية الشمالية والجنوبية، المنطقة الجليدية. يبقى تاني لو قلنا اديني اسماء اربع بيئات تنمو فيها النباتات، نقول واحد البيئة الصحراوية، اتنين بيئة الغابات الاستوائية، تلاتة بيئة الغابات النفضية، اربعة التندرا. شوفوا بقى النبات ده كائن حي، كائن حي بيتنفس وينمو ويتكاثر ويموت. يبقى النبات ده زيه زي اي كائن حي اخر، يتنفس بيتنفس وينمو ويتكاثر ويموت لو انت مدتهوش مية او مفيش شمس او مفيش هواء او مفيش، بيموت برضو. يبقى النبات كائن حي يتنفس وينمو ويتكاثر ويموت. طيب ايه النبات بيحتاج لايه لكي ينمو؟ زي ما شايفين في الصورة كده النبات بيحتاج لتربة، يبقى اول حاجة تربة، تاني حاجة عاوز مية عشان ينمو ويتكاثر، تالت حاجة عاوز شمس، رابع حاجة عاوز هواء. يبقى لو قال لك ضع علامة صح او خطأ، النبات كائن حي يتنفس وينمو ويتكاثر ويموت، تقول لي صح. طب لو قال لك يحتاج النبات الى ايه لكي ينمو، تقول لي يحتاج النبات الى التربة والماء والشمس والهواء. يبقى بيحتاج لايه؟ تقول لي تربة، ماء، شمس، هواء. نيجي بقى نشوف فوائد الاشجار في حياتنا، بناخد من الاشجار ايه؟ احنا عندنا فوائد كثيرة جدا للاشجار، فاحنا هناخد منها بعض الفوائد ونعددها كده. اول حاجة ان الاشجار دي مصدر للغذاء، بنحصل من الاشجار على الغذاء بتاعنا، ناخد منه كل المواد الغذائية، يبقى هي مصدر للغذاء. اتنين مصدر للاخشاب، بناخد من الاشجار دي الاخشاب بتاعتها، يبقى مصدر للايه؟ للاخشاب. تلاتة مصدر للاكسجين، النبات معروف ان هو بينتج الاكسجين
ويأخذ ثاني أكسيد الكربون مما يؤدي إلى تلطيف الهواء ويقلل التلوث اللي عندنا في البيئة. يبقى 1 مصدر الغذاء، 2 مصدر للأخشاب، 3 مصدر للأكسجين. طيب في ايه، في له فوائد كمان يا استاذة؟ اقول لك بنستخلص من الاشجار، ناخد منها الادوية، نستخلص منها الادوية، بناخد منها كمان الزيوت، بعض الزيوت بناخدها من الاشجار، بناخد منها العطور، العطور بناخدها من الاشجار برضك والزهور والنباتات. طيب بناخد منها اكسجين وقلناه، بناخد منها الورق، الاوراق بتصنع احيانا من الاشجار. طيب بناخد منها الاصباغ، الصبغة. يبقى نعددهم كده بسرعة: الأدوية، الغذاء، الخشب، الزيوت، العطور، الأكسجين، الورق، الأصباغ. مصدر كمان للزينة، يبقى برضك مش انتوا في البيوت او في كل بيت او في الاماكن او في الحدائق او انتوا ماشيين في الشوارع بتلاقوا نباتات منسقه وزهور منسقه بشكل جميل كمصدر للزينه، واحيانا بتجيبوا نباتات وزهور تحطوها في البيت كمصدر للزينه. يبقى برضك من فوائد الاشجار ان هي بتستخدم في الزينه. يبقى لو قلت اخر حاجه بقى نعدد مع بعض كده فوائد الاشجار: مصدر للغذاء، مصدر للاخشاب، مصدر للزيوت، مصدر للعطور، مصدر للأكسجين، مصدر للورق، تستخدم في الأصباغ، تستخدم للزينة، تستخدم في الأدوية. كيف أحافظ على الأشجار في بيئتي؟ أنت إزاي تحافظ؟ كل واحد مننا عايز أسألكم، أنت وأنا وكلنا إزاي نحافظ على الأشجار في بيئتنا؟ نحفظ مع بعض كده ونشوف إحنا كيف نحافظ على الأشجار في بيئتي. 1 الامتناع عن قطع الاشجار، ما ينفعش اجي اقطع شجره، لا، يبقى امتنع عن قطع الاشجار، منع قطع الاشجار. رقم 2 زراعه الاشجار في حديقه منزلي والاعتناء بها، ابدا بنفسي انا وانت، كل واحد يزرع اشجار في حديقه منزله ويعتني بيها، يديها الميه ويهتم بيها ويعتني بيها. يبقى 1 الامتناع عن قطع الاشجار، 2 زراعه الاشجار في حديقه منزلي، 3 ري الاشجار القريبه من منزلي. تاني كيف احافظ على الاشجار في بيئتي؟ 1 الامتناع عن قطع الاشجار، 2 زراعه الاشجار في حديقه منزلي والاعتناء بها، 3 ري الاشجار القريبه من منزلي. طيب خدوا بالكم ان احنا في درس النباتات كويس جدا لانه درس مهم جدا جدا، وشكرا لحسن متابعتكم، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق. كانت معكم استاذه رشا مصطفى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.